مع ضيفنا الآن للقراءة والتحليل من العاصمة عمان الأستاذ أحمد عزام المحلل في أسواق المال. أستاذ أحمد، بداية، لماذا الذهب اتخذ تاريخيا كعملة كمعدن لحفظ القيمة، كمعدن ربما يلجأ إليه المستثمرون في أوقات الأزمات السياسية والأمنية؟ مساء الخير أستاذ أحمد، شكرا للإستضافة. نعم، الذهب هي عملة الاحتياط بالنسبة للبنوك المركزية منذ أزل التاريخ. تربعت على العرش بعد الفضة، طبعا هي جاءت كمعيار بالنسبة لمعيار الذهب، تم وضعه من قبل بنك بريطانيا في عام 1864 تقريبا، استبداله من الفضة دخل الذهب وأصبح معيار الذهب حتى بعد زوال بريطانيا من عرش الاقتصادات الكبرى، وصول الولايات المتحدة الأمريكية ومعاهدة بريتون وود، استمر معيار الذهب حتى عام 1971، أي استبدال العملة النقدية للذهب لممتلكين العملات الرقمية العملات النقدية. وبالتالي أعطى الذهب قيمة متواجدة تاريخيا كأصل مالي يتواجد بالنسبة للأفراد، للشركات، للدول كاحتياطات. فبالتالي بدأنا نعيش ثورة الذهب منذ ذلك الوقت حتى وصلنا إلى الوقت الحالي، أصبحت احتياطات يتم الارتكاز عليه من البنوك المركزية مع بعض العملات، بكل تأكيد العملات التي تعتبر هي الأقوى عالميا. فالدول التي أشرت إليها أستاذ أحمد في تقريرك الخاص قبل قليل هي تعتمد على الذهب مع العملات الأخرى مع السندات. فبالتالي على ما أعتقد حتى الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك من الذهب من احتياطاتها ما يقارب 70% أو أقل بقليل من ذلك. حتى الدول الأخرى كألمانيا، إيطاليا تمتلك من الذهب. الصين هي إحدى الدول التي بدأت تعتمد على الذهب أكثر من الدولار الأمريكي في الفترة الماضية. وبالتالي الذهب اكتسب قيمة بأنه ثابت، ملاذ آمن، يعتبر مخزن للقيمة بالنسبة للدول، والاعتماد عليه بالنسبة للاقتصادات التي تمر بمرحلة قد تكون سيئة أو تستشرف بأن قد يكون هناك أزمة عالمية أو أزمة اقتصادية، أزمة محلية بالنسبة للدولة، فبالتالي تأتي بالذهب كاحتياط بالنسبة لها. وبالتالي الذهب هو يعتبر مخزن بالنسبة للقيمة للدول، الأفراد. بكل تأكيد هنا عندما ننظر أيضا تاريخيا أستاذ أحمد، تاريخيا اكتسب الذهب القيمة جراء ارتفاعات السعرية، فعندما يصبح السعر يسجل ارتفاعات بشكل متتالي بكل تأكيد الذهب يكتسب قيمة. هنا لا نتحدث عن الأمور الكيميائية، بكل تأكيد الذهب يعتبر أحد المعادن الذي لا يتحول مع أي من المواد الكيميائية، فبالتالي هو يعتبر أيضا مخزن جيد جدا كيميائيا بالنسبة لمقارنته بالمعادن الأخرى. فبالتالي يحصل قيمة تاريخيا كسعر، نعم، كأداة مالية، كأصل مالي بالنسبة للبنوك المركزية والدول. هو معدن لا يفسد كالحديد والنحاس مثلا أستاذ أحمد، لكن ربما الآن المساوات السعرية العالية عالميا فوق 2500 دولار للأوقية ليست فقط لأن البنوك المركزية تتجه للذهب كمخزن للقيمة، ولكن أيضا عمليات استخراج الذهب تتضاءل إلى حد ما، كميات الذهب في المناجم ربما لا تجد زخما كبيرا كالنفط مثلا، فبالتالي اللجوء إلى الذهب سيزداد وأسعاره إلى ارتفاعات لا يعلم مداها إلا الله حسب المخزون العالمي أو حسب المستخرج العالمي أو القدرة العالمية على استخراج الذهب في الأصل. نعم أستاذ أحمد، بكل تأكيد أي أداة موجودة أو أي أصل مالي هي يلجأ إليه اقتصاديا إلى العرض والطلب. بكل تأكيد عندما ننظر إلى المعروض بالنسبة للذهب هو معروض محدود، فبالتالي يكتسب قيمة مع مرور الوقت. عندما يكون هناك طلب عالمي جيد أو طلب حتى استثماري بالنسبة للأفراد على الذهب بكل تأكيد هنا الطلب يرتفع. فعندما يكون هناك معروض ثابت أو معروض يقل مع مرور الوقت جراء التنقيب وصعوبة التنقيب أو حتى تكلفة التنقيب المرتفعة، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر. هاي من ناحية، من ناحية أخرى بكل تأكيد اقتصاديا مما أعطى ودفع أسعار الذهب للارتفاعات هي عدة أمور. إن تكلمنا عن غطاء للتضخم، فالذهب هو أحد أدوات أو الأصول المالية كغطاء للتضخم، وجراء التضخم المرتفع في العامين المنصرمين كان الذهب أحد الأدوات المطلوبة بشكل كبير جدا. التوترات الجيوسياسية، الذهب يعتبر ملاذ آمن بالنسبة للأفراد، بالنسبة للشركات، بالنسبة للدول مع التوترات الجيوسياسية، حتى مع أسعار الفائدة المرتفعة بكل تأكيد الذهب يعتبر أحد الأصول الجيدة التي يلجأ إليها المستثمرين جراء المخاوف، لأن ارتفاع أسعار الفوائد يعني مخاوف من أزمات اقتصادية قادمة. فبالتالي
الذهب يكون أحد الأدوات، أحد الأصول المالية التي يتجه إليها المستثمرين لمحاولة الغطاء من الأزمات الاقتصادية. بكل تأكيد عندما نتحدث عن الأزمات الاقتصادية فهي كبيرة جدا، عشناها ب 2008، عشناها في فترة كوفيد-19 2020، عشناها في الفترة الحالية جراء ارتفاعات التضخم ومخاوف التضخم. هنا يبقى السؤال أستاذ أحمد، بالنسبة للأصل المالي الذهب مع انخفاضات أسعار الفوائد في الفترة القادمة، قد يستفيد الذهب في الفترة القادمة مع انخفاضات أسعار الفوائد؟ لأنه انخفاض أسعار الفوائد بالنسبة للعملات النقدية يعني بحث المستثمرين عن أدوات قد تعطي دخل أكبر أو تعطي أرباح بشكل أكبر. انخفاض أسعار الفوائد يعني أن إمكانية المرور إلى الذهب، الولوج إلى الذهب بالنسبة للمستثمر بشكل أكبر، مما يعطي أسعار الذهب تسجيل ارتفاعات جراء تلك الأزمات ومع تسعير انخفاض أسعار الفوائد. فبالتالي الأصل المالي المستفيد من كل تلك الأزمات الاقتصادية التي جاءت في الفترة الأخيرة هو الأصل المالي بكل تأكيد الذهب. ولهذا يقول البعض أن رقم 2500 دولار للأوقية الذي وصلت إليه أسعار الذهب الآن مجرد رقم، ربما مع تغير أسعار الفائدة أمريكيا ثم عالميا سنعبر إلى ما أكثر من ذلك من المستويات. نعم أستاذ أحمد، يمكن النقطة اللي بتخوفني شوي من ارتفاعات أسعار الذهب هو قياس العائد السنوي. عندما ننظر إلى العائد السنوي بالنسبة للذهب تاريخيا، عوائد السنة تقتصر على 1% إلى 5% كأعلى تقدير. العام الحالي سجلنا ارتفاعات بشكل متتالية، ارتفعنا إلى ربع سعر الذهب، ارتفعنا من مستويات ما يقارب 2000 دولار إلى تجاوزنا 2500 دولار بالنسبة للذهب، ما يقارب ربع القيمة أو خمس القيمة تم ارتفاع بالنسبة للذهب. تلك المستويات بالنسبة كعائد سنوي تجعلني شوي بتخوف من الاستثمار بالذهب من ناحية. من ناحية ثانية كما ذكرت أستاذ أحمد، الأمور الاقتصادية نعم تعطي الذهب إمكانية تسجيل بعض الارتفاعات الأخرى، مستويات 2600 إلى مستويات 2700 أعتقد قد يكون الذهب قادر الوصول إلها، خاصة مع انخفاض أسعار الفوائد. يمكن يوم الجمعة كان في عندنا ندوة جاكسون هول، إشارة واضحة من الرئيس الفيدرالي جيروم باول بأن انخفاض أسعار الفوائد قادم، الوقت بات متاح بالنسبة للفيدرال الأمريكي لتغيير أسعار الفوائد. فبالتالي اجتماع شهر سبتمبر القادم سوف يكون هو أول موعد لتخفيض أسعار الفائدة للمرة الأولى بالنسبة للفيدرال الأمريكي. فبالتالي قد يكون هناك توجهات بشكل أكبر مع انخفاض أسعار الفوائد ومع تسعير الأسواق بأن إمكانية انخفاض أسعار الفوائد. السيناريو هنا المخيف الذي قد يعطي الذهب إمكانية ارتفاعات أكثر من مستويات 2700 لو انخفضنا بأسعار الفوائد ثم عدنا بموجة قادمة بالنسبة للتضخم وسجلنا ارتفاعات التضخم، لأنه انخفاض أسعار الفوائد قد يعطي بعض الإشارات لأن التضخم قد يسجل ارتفاعات، انخفاض الفوائد قد تعني ارتفاعات التضخم. فبالتالي لو سجلنا في هذا السيناريو المخيف ارتفاعات لأرقام التضخم قد يكون الذهب الغطاء بالنسبة للتضخم بالنسبة للمستثمرين، خاصة مع مخاوف بشكل أكبر، لأنه بكل تأكيد موجة أخرى بالنسبة للتضخم يعني أن التضخم قد يكون راسخ اقتصاديا، فبالتالي مخاوف من أزمة قد تستمر لفترة زمنية أطول مما نعتقده، فبالتالي قد يكون الذهب أحد المستفيدين. هذا السيناريو المخيف قد يدفع أسعار الذهب لتسجيل بعض الارتفاعات يمكن أكبر حتى مما كنا نعتقد، قد نصل إلى مستويات 3000 دولار، لكن بشرط تحقيق هذا السيناريو عودة التضخم لتسجيل ارتفاعات وموجة أخرى. ولهذا لا يخضع الذهب أستاذ أحمد ربما للمعادلات السعرية الأخرى التي تخضع إليها السلع الأخرى أو أسواق المال أو المؤشرات العالمية، لأنه مؤشر الذهب مرتبط بمؤشرات التضخم وأسعار الفائدة وربما بالتوترات الأمنية والعالمية، فبالتالي لا نتحدث عن فجوات سعرية في الذهب ربما تنخفض معها أسعار الذهب بشكل مفاجئ، إنما الذهب في سياقه مرتفعا دائما عبر سنوات، ربما يستقر لبعض الفترات لكنه مستمر في الزيادة، وهذه فائدة الاستثمار في الذهب كما يعتقد البعض. يمكن تتفق مع أستاذ أحمد بأنه أي محفظة استثمارية قد تكون خاضعة بأن يكون الذهب ما يقارب 10 إلى 20% بالنسبة لأي محفظة استثمارية. بكل تأكيد كما ذكرت هي أحد النقاط الأساسية بأنه الذهب دائما ما يسجل ارتفاعات يستفيد من الأوضاع الاقتصادية قد تكون مضطربة بعض الشيء، والوضع الاقتصادي حاليا مضطرب، الأمور والتوترات الجيوسياسية مضطربة بشكل متتالي في الفترة القادمة، والمخاوف من اتساع
رقعة التوترات الجيوسياسية، فبالتالي قد يكون الذهب أحد المستفيدين الأصول المستفيدة. يمكن أحد النقاط التي قد تكون مخيفة بعض الشيء بالنسبة لتداولات الذهب أو قد تكون جاذبة عفوا بالنسبة لتداولات الذهب هي البرسنتج أو النسبة المئوية من الأصل المالي. عندما كنا نتحدث عن الذهب عن مستويات $1,000 و$1,200، ارتفاعاته إلى مستويات $2,000 يعني أن نحتاج دبل بالنسبة للسعر 100% بالنسبة للكنسة المئوية. أما حاليا ارتفاعات $1,000 ما يقارب تقريبا أقل من 50% بالنسبة للارتفاعات. فعندما يرتفع السعر الأصل المالي فتكون حركة كنسبة مئوية واردة جدا، فبالتالي قد يكون الذهب أحد المستفيدين من الأصول المالية التي تتحرك بناء على النسبة المئوية. أستاذ أحمد، طب أستاذ أحمد السؤال الأخير الآن، ربما وهنا إشكالية، لبنان مثلا يمثل الذهب في احتياطياته نحو 60%، مع ذلك هناك نسب تضخم مرتفعة جدا وعملة ربما تقل أسعارها بشكل كبير جدا، لماذا هذه المفارقة في الحالة اللبنانية رغم أن المفترض أن يكون العكس؟ يمكن أستاذ أحمد ليس فقط لبنان، يعني لو نظرنا إلى التوب 10 أو العشر دول الأكثر بالنسبة لأكثر دول تستقطب الذهب في الفترة الأخيرة، من بينها الصين، من بين الدول روسيا. فبالتالي عندما ننظر إلى الدول تلك هي أزمات اقتصادية، الدول تلجأ إلى الذهب عندما يكون هناك استشراف لأزمات اقتصادية أو مخاوف من أزمات اقتصادية. لبنان أحد الدول التي غيرت سياستها في الفترة الأخيرة بالنسبة لتغيير الاحتياطات من عملات نقدية إلى ذهب، بالتالي على ما أعتقد هو استشراف بالنسبة لمخاوف أو حتى هي أزمة اقتصادية يمر بها البلد نفسه، فيلجأ إلى شراءات الذهب كاحتياط لمحاولة تدعيم الاقتصاد. تركيا أحد الأمثلة الماضية الحاضرة الماضية بالنسبة للوضع الاقتصادي، تركيا التضخم فيها مرتفع جدا، لجأت إلى شراءات الذهب. الصين أحد الدول التي لجأت إلى شراءات الذهب بعد أزمة العقارات، عندما رأينا أزمة العقارات وإفلاسات لعدد الشركات المطورين للعقارات زي إيفرغرين، لجأت إلى إيفرغراند، لجأت إلى شراءات الذهب. فبالتالي الدول تلك لبنان على سبيل المثال تلجأ إلى شراءات الذهب مع وجود أزمة اقتصادية لمحاولة تدعيم الحالة الاقتصادية، فالذهب يبقى احتياط جيد بالنسبة لتلك الدول. من العاصمة الأردنية عمان الأستاذ أحمد عزام المحلل في أسواق المال، أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا.